يوم 31 أكتوبر 1975 دخول القوزات المغربية القوزات المغرب للصحراء الغربية وبدأوا يقصفوهم بالطائرات. قاموا هربوا الصحراويين وقاموا شردوا يبطوهم يقضبوهم يذبحوا تركة الشيوخ وأطفال ونساء بدون شفقة ولا حنان. بطهم بطيشين هربت الناس من قذاك ناس تهربت وجات السندوف دواحي تندوف وسنقات الناس كاملة فم لكن من بدأ الناس كاملة عادت مخيمات من جديد. إحنا الصحراويين غضبانين زعلانين بذلوا عدلنا. حلمة هو العود مخرجة كاتبة عد المسارح نكتب ياسر المساعي عن قضية الصحراء. لانه قضيه فلسطين تشبه قضيه الصحراء الغربيه، احنا نشترك انه انت احتلال واحنا احتلال، ويعني بتمنى المره الجايه اجي وانتم مستقلين. احنا هون جايين لنتعلم حول الافلام الوثائقيه. ايش يعني افلام وثائقيه بالنسبه لكم؟ وثائقيه عن قصص واقعيه، حكايه حقيقيه، عن حكايه واقعيه مؤثره. الفيديو سلاح، عشان هيك لازم نحارب فيه. نحارب شو؟ بدنا نحكي بالصوره. أنا شغلي بغزة مع المرأة، مع المرأة الفلسطينية، بشتغل مع شاشات لسينما المرأة. كوني تعاملت مع المرأة الفلسطينية والمرأة الغزية وكانت كل مواضيعي عن المرأة، حول كيف بتعيش تحت الاحتلال، تحت ضغط العادات والتقاليد. كل مجموعة، كل صبيتين راح تحكي عن فكرة، فهذا فرصة لكم كتير إنه تقربوا لهذا المجال، تصيروا زينا. المرة الجاية أشوفكم. بقدر أحكي عن فلسطين كل ما الوضع بزيد أزمة وسوء بسبب الأوضاع اللي بتصير يومياً والصراع اللي بصير، صراع الفلسطيني الإسرائيلي اللي بصير يومياً. حالياً غزة بتعاني من حصار إسرائيلي صار له تقريباً 7 سنوات أو 8 سنوات. هذا الحصار خلى غزة تكون بعيدة عن العالم، بعيدة عن القضية الفلسطينية، قننها. صاروا الناس بفلسطين يهتموا بقضية الكهرباء، بقضية المعابر، ويمكن بعدوا شوية عن القضية الفلسطينية، ويمكن هذا هدف إسرائيل إنه تبعدنا عن القضية بسبب الحصار. الحصار أدى إلى انتشار البطالة، أدى إلى تسكير المعابر، أدى إلى إنه كتير ناس دخلت لخط الفقر. فهذا مشكلة لأنه فيش حركة، فيش تجارة بغزة، فهذا سبب. فيش حركة، وأنا عشان تطلع الصورة منيحة ده أضبط الفوكس هيك من التعارب. هذا العلت ريهام زين جاي من بلد بعيد، حتى هي الدور جاي من بلد بعيد هون باش تتعلم من طريقة التصوير، تصوير وكيفاش تعد الفيلم وين نفس. هاي الموبايل تمام، بدي أفتح الكاميرا، بدي أروح لوين؟ أوه ماي جاد تبان. أوكي، بدي أروح لوضع الفيديو. هلا هذا المشهد عباره عن ايش؟ كلوز. هذا كلوز تمام. طيب انا لما اجي هيك اعمل ايش بصير؟ ميديوم وسط. ولما اجي بدي اصور كل المشهد هذا مفتوح وكل شيء مبين، ايش بصير؟ واسع تمام. بسم الله نبدا. صعوبه في المخيم هون لاجئين لا يكيفوا في المناطق هون، الحراره المرتفعه والرياح عند المدان والسحاب، الأمطار متينة جينا هالمرات طيح المنازل، تهدم ياسم مساي دراس من الخسارات ياسرة زاد، يعني زاد البطالة ضرك عندنا هون ياسرة شيء كي ضرك تخلق تركة صغيرة، صعوبات ياسرة هون شيء تركة صغيرة من المدرسة يشتغلوا مزال صغير يشتغلوا في بريك يشتغلوا في عندك ثاني شيء قال له في بريك اللي يشتغل فيه التركة الصغيرة هذه، يشتغل في الشحن مواد التوزيع يرفدوه. استقبلونا وحضروا أكل تقليدي وشاي تقليدي صحراوي.
اسمعي اسلوب بحكي اعمل ولا ما اعمل عادي شو زي اسمع خلينا نحط هذا الاشي براسنا احنا كمان كل إشي بيجي علي أنا يا أستاذ بدوي يا سحراوي عادتنا نحن العادات حتى مهلا لا مشروب لا تبدل منفعلا كل المنفعلا راح تطيح عنها ما قد تتوافق معها تجيني يا بنت سحراوي بعت لك صور صحرا انسى الموضوع خيم ووضع صعب لله والسنات تبعونا كلهم في مطار مدريد يعني ما عيش حتى الاوائل ضليتني بالاوائل اللي انا فيها مش ما تركتهم نص الشنات الموجودين اللي اجوا معنا ما اجوا ما وصلوا اليوم يمكن يوصلوا او بكره في مشكله يعني كبيره بس هذه القصه بناكل وكل شيء تمام انا عندي دائما في خيالي 1975 1976 يبان تشريد صحراويين من 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 صحراء هناك من ماتوا تحت الطلع في التشريد هناك نساء حوامل ووضعنا اطفال خلال راجلات خلال الهجرة أنا صراحة التنتين لازم نحكي عنهم طيب يا خطاي لأنه كثير خسر تغييرات أشياء غريبة أكل صحراوي وبعدين الشاي غريب كل شيء غريب بس على فكرة إنه يعني تحس بحب لما تأكل ما بتقرفه هيك مع إنه الإمكانيات كتير بسيطة بس خلاص بتحب يعني أكل هنا تأكل شوية دجاج شوية حلو تتعبي كتير ما تأكل شيء لا أكل جيت أكلت هون الغدا تغديت أفطر أفطر بالإنجليزية وشي لا لي احكي لي ليش ثلاث مرات بتشرب ليش لازم ثلاث مرات نشرب شاي ما اعرف الشيء ايه عادات ايش لازم يكون لها سبب العادات هذا الشوع دي اجدادنا قبل لا عن عمري عدت من عدوت هذا طبعا اجدادنا وشينا احنا فكرة بسيطة كصبية من الصحراء الغربية بتحافظ على عاداتها وتقاليدها من خلال لباسها من خلال النقش والحنة اللي بتعمله تمام؟ رح نعمل معك مقابلة من امتى بتعملي هذا النقش؟ لمين بتعمليه؟ ايش بترسمي الاشياء اللي بترسميها؟ هاد الاشياء شو بتمثل لك؟ يعني ايش بتعني لك؟ ونشوف حدا وانت بتنقشي له بس تمام؟ لانه الاجانب حلو اذا شافوا هيك اشي هاول معهم نشتغلوا معهم وننظف بيت الخيمة ونوجدوش لك يا كمان عمت يلا يلا يا حب صديقتي عشان نكسب الوقت البطاريه هلا هون انا قاعده بضبط الفوكس بدي اضبط الفوكس على وجهها يعني اشوف نقطه التركيز هلا تشوفوا كيف هلا مبينه هي كثير تمام ترجوا منيحه عشان البطاريه بس يا ربي امان امان صديقتي حياة قديش بدها انت ايش بتحكوا احكوا مع البنات قديش بدها تخلص هي الرسمه بدها وقت طويل لانها تفكر كيفاش ترسم والرسم كل صبع عنده رسمه مختلفه مو نفس الرسم اتفقنا صوت عالي بدون خجل انت بتحكي على شيء حلو اوكي
كم عاد لك من سنة انتي تعدي الحنة تحمي؟ سنة واحدة. وعلاش قبال اخترتي عنك تعدي الحنة من الفن كامل؟ علاش اخترتي؟ انه ساق علي بنا منا باقينها. ايش تعني لك الحنة؟ نعلي نياس انه هي بتسك. اوكي احكي لي الجملة اللي حكيناها اخر اشي جملة واحدة. صار لي عام بحني بعمل للبنات بيجوا عند البنات والأفعارات والأفراح أحكي عنك؟ أحكي عنك؟ إيش فيه؟ خلينا نخلص. لا تقولي لي عاد لي عام. عندنا مختلفة خالق ده العرايس طوال خالق أتسكر الحنة اللي مختلف. انت بتحكي طب احكي لها حضري حالك. ايه انا قلت لها ما تحضر حالها هي نرفيوسه لينا مو حضر حتى اكثر ما عرفت كل تغزليش. ليش شاهد حد ذا الفيلم ايش باقي انا ليش بصنع افلام هذا المجال بحسه بيعبر عني لانه انا بفهمش باي لغه بالعالم الا بلغه الصوره بصدق الصوره اكثر. وهلا اليوم لقينا الصبح الرمل رياح كتير وهيك الله يستر العيون. بتعرف انت لما الواحد يمشي بالرمل وضعه صعب. ما معي ولك ما معي شيء ما معي الشنطه كلها موجوده هناك معهم. هوا شكله بلش يسعد برد الحمد لله. في البرد ايش بتعملوا؟ بتضلكوا في الخيام؟ في الليل هون؟ في النهار هذا نقطعوها اللي فيها موصال احنا قلعوه ونخلوه على الزر عقب ذاك نبداو نبين المقابل والمقابله نديروا المشهد اللي شافات انتو ما تعنوا يا لتمي صانتو دراك الكلام اي شيء شفتو عن ما هو يا لتمي قلع قولوها لي باش هذه اللي قاعده قدام جهاز ولا واحده منكم باقا تقعدون قدام جهاز انا جيتو قعدت تشوفوا قاعدين قاعدين لا خايسين تواصل من تشكيل مالك قلتي عن تعلمت من ياس تعلمت طريقه تركيب الصور باش تعلمنا في دوات ثم هذه الطريقة تعلمتها أنا بعد زينة تعلمتها تجربة زينة من أي من أيامات عدلت الحناء جمع العليات المؤخرون السابات صادقة. انت بتعمل الاشي بحب هون احنا عن جد عملنا الاشي بحب. ليش؟ لانه حلوة الحنة حلو الموضوع هذا بس كان في مشكلة عنا بالمقابلة ما حكت زين كتير فاعتمدنا انت كصحراوية هل حسيتي بالقصة ديالكو؟ طريقة زينة طريقة الحنة هاي طريقة زينة كل شيء بهيك الحنة زينة طريقة لنا عاداتنا وتقاليدنا تمام. هلا بدي اياك تحكي لي عن هل انت بامكانك انك باي وقت تحملي كاميرا جوالك وتعملي فيلم؟ نكتب قصه وخلاص موضوع اللون والراجل القصه زين وفهمنا بدك تصورها. في كثير قصص بالمخيم لازم تحكيها، ايش مثلا ممكن القصه التاليه ممكن تحكي عنها من خلال الفيديو ممكن تعمليها انت؟ قضيه الصحراء. قضية الصحراء، قضية الاستقلال، قضية كيف نقبل استقلالنا، انتظارات، انتظارات صعبة، تحملات، تمولات. يحكي عن عاداته وتقاليده اللي بتدل على انه كان في ارض، كان في ارض احنا لازم نرجع لها ولازم نثبت وجودنا من خلال هاي الاشياء اللي لازم كل العالم تتعرف عليها، من خلال الفن، من خلال السياسة، من خلال مشاكلنا اللي بتصير هون. على أساس إنه إحنا مش بالوطن نحكي عن إشي عن الوطن. كانت تجربة مثيرة إنه أجي وأدرس صبايا من الصحراء الغربية. تعاملنا معهم كأنه أنتوا بنات من الصحراء الغربية لازم يكون عندكم سلاح اللي هو
في أشياء بسيطة ممكن تستخدموها على أساس إنه تصنع فيلم يعبر عن قضيتكم، لأنه كثير من العالم ما بيعرف عن القضية الصحراوية خاصة في الوطن العربي وفلسطين.